Good morning, Prep 1. يلا نبدأ مع بعض. The first lesson on the second term. ويكون اسمه Repeated Multiplication. من اسمه كده محتاجين نعرف ان احنا هنعمل فيه ايه. هنعمل المالتيبليكيشن كذا مرة. هنعملها Repeated. طيب يلا نبدأ مع بعض. لو قالك Negative 3 over 7 all of over power 2. معنى كده ان هو عاوز Negative 3 over 7 هعمل لها Multiply itself 2 times. طب تعالى نبدأ مع بعض الساين الأول. negative multiply negative equal positive. طيب يبقى معنى كده ان الباور لما بيكون 2 أو أي even number هيكون الساين بتاعتي هتبقى ايه؟ positive. يلا بقى ندخل على النمبر 3 over 7 power 2. هنعمل 3 by 3 عشان 3 power 2 يعني 3 by 3 equal 9. 7 by 7 equal 49. طيب لو طلب منك negative 4 over 5 all of over power 2 هنا عمل لك النيجاتيف بره البراكت. هي بره البراكت يبقى ما عليهاش باور. يبقى النيجاتيف كده تنزل على طول في الإجابة بتاعتك. طيب يلا 4 power 2 يعني 4 by itself 2 times. 4 by 4 equal 16. وتحت هتلاقي 5 by 5 equal 25. لو قالك negative 3 over 4 all of over power 2. يلا انتوا عرفتوا بقى دلوقتي النيجاتيف قاعده معانا ولا هتطير؟ جميل هتطير لان هنا هي الباور even number والباور موجود على النيجاتيف. يلا هتتقلب تبقى positive او هتتشال خالص من المسألة ونبدأ. 3 power 2 يديك 9. 4 power 2 هيديك ايه؟ 16. لو طلب منك negative 2 over 3 all of over power 3. دلوقتي عندك النيجاتيف هنا هتقعد معاك ولا هتمشي؟ هو انا بعمل نيجاتيف باي نيجاتيف باي نيجاتيف 3 تايمز. طيب نيجاتيف باي نيجاتيف ايكوال بوزيتيف. بوزيتيف باي نيجاتيف ايكوال نيجاتيف. يبقى معنى كده لما يكون عندي الباور اود نمبر النيجاتيف قاعده معاك في الاجابه ما بتتغيرش. يلا نعمل 2 باور 3 معناها ايه؟ 2 باي 2 باي 2 هتبقى ايكوال 8. و 3 power 3 هيبقى 27. يلا مع بعض negative 2 and 1 over 3 all of over power 3. أول حاجة علشان أبدأ أنا مش هعرف أشتغل عليها كده وهي mixed number، فيلا نخليها تكون improper fraction. هنشتغل مع بعض ال negative موجودة وهنعمل إيه؟ 3 by 2 equal 6. 6 plus 1 equal 7 يبقى 7 over 3. ها قولوا لي الباور هنا اود ولا even؟ جميل الباور هنا اود number. يبقى كده النيجاتيف قاعدة معانا في السؤال مش هتتغير. يبقى نيجاتيف 7 power 3 يعني 7 by 7 by 7 equal 343. يلا الدنوميريتور 3 power 3 هيبقى 27. لو قال لك if x equal half y equal 2 over 3 and z equal negative 3 over 4 find the value of each of the following x square y square z square. هو انا عندي كده ال 3 symbols هما جنب بعض معنى كده اني معملهم plus ولا باي ولا divide ولا minus. جميل ما في بدل ما فيش اي حاجه ما بينهم يبقى معنى كده ان في ملتبلاي بس ما بتتكتبش. يلا نعمل سبستيتيوت. حط الاكس سكوير احط الاكس بنيجاتيف هاف all of over power 2 باي الواي سكوير يبقى 2 over 3 all of over power 2 باي الزد سكوير يبقى نيجاتيف 3 over 4 all of over power 2. يلا نكمل مع بعض نشوف النيجاتيف هتقعد ولا هتمشي. اول واحدة الباور بتاعها even number يبقى النيجاتيف كده هتطير يبقى half power 2. طيب واخر واحدة برضو الباور even number فالنيجاتيف ايه هتروح. طيب يلا half power 2 يعني 1 power 2 equal 1 والdenominator 2 power 2 يعني
2 by 2 equal 4 by اللي بعدها هتبقى 2 power 2 equal 4 over 3 power 2 equal 9 by اللي بعدها هتبقى 3 power 2 equal 9 over 4 power 2 equal 16. يلا شايفين حاجة من فوق مع حاجة من تحت أقدر أطيرها مع بعض علشان أعمل simplify قبل ما أبدأ المالتيبليكيشن. جميل، أنا شايفة فوق هنا في 4 وتحت في 4 هيطيروا مع بعض، وشايفة فوق في 9 و 9 هيطيروا مع بعض. يلا نشوف النيومريتور كده هيتفضل فيه ايه 1 والدنيومريتور هيتفضل فيه 16، يبقى الإجابة في الآخر خالص 1 over 16. طيب بعد كده طالب منك y square over x plus z. يلا نبدأ مع بعض. y square يعني 2 over 3 all over power 2، وفي الدنيومريتور الx بايه؟ negative half plus الz negative 3 over 4. يلا نكمل. النيومريتور 2 power 2 equal 4، 3 power 2 equal 9، والدنيومريتور زي ما هو، بس احنا علشان نبدأ نعمل الادنج في الدنيومريتور لازم يكون في ايه؟ common denominator. طب واحدة 2 واحدة 4 الهاف ديت ما اقدرش اجيب لها فراكشن يكون ايكوال ليها ويكون الدنيومريتور بتاعه 4؟ جميل، الهاف هتبقى ايكوال 2 اوفر 4. يلا بعد كده نعمل البلاس تحت، انت عندك الفراكشن اللي تحت ده الدنيومريتور بتاعه 4 يبقى ينزل زي ما هو 4، وفوق نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 5، يبقى عندك 4 اوفر 9 اوفر negative 5 over 4. لما باجي اعمل divide في الفراكشن بعمل ايه؟ اول فراكشن بنزله زي ما هو، طيب الdivide بقلبها ايه؟ multiply، والdenominator بعمل فيه ايه؟ بجيب الانفرس بتاعه، يبقى 4 over 9 by negative 4 over 5. يلا بقى كده نعمل المultiplication، positive by negative equal negative 4 by 4 equal 16 9 by 5 equal 45. يا رب تكونوا استفدتوا معايا، وأقابلكم إن شاء الله في الدرس القادم.